بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنجرب الكشري التيك توك، زي ما انتم شايفين كده هو عامل زي الاندومي بس كشري. في مكونات زي ما انتم شايفين نكهة وشطة وبصل، كيس فيه بصل ومعلقة، معلقة دي بتتركب. لما نيجي نشوف الكشري من جوه، مكرونة ورز ناشف وعدس ناشف برضه. نحط الدقة على المحتوى بتاع العلبة، زي ما انتم شايفين نحط ال هي فيها ايه يعني، طعم الكشري موجود في قلب الكيس مع نكهات تانية يعني عشان تعمل له طعم. وبعدين وصلنا للمية المغلية، زي ما انتم شايفين حطينا المية على المحتوى بتاع العلبة. طبعا دي علبة اسمها تيك توك، غطناها شوية وسبناها 5 دقايق. بنحط بقى البصل عليها، اهوت كيس البصل اللي هو جاي، وبعدين هنقلب ونغطيه برضو شوية ونبدأ نشوف الكشري وصل لفين. ادي الكشري بقى، طبعا طعمه مش زي طعم الكشري اللي هو قريب منه، يعني ايه قريب من طعم الكشري اللي احنا بنشتريه من المحلات، بس طبعا ده تحضير سريع زي ما انتم شايفين. هو مش بطال يعني، هو لو حد غاوي يعني جربه مرة ولا مرتين بعد، بس الأطفال بيحبوا بقى يشتروا الحاجات الوجبات الجاهزة وكده. أدي الكشري أصبح جاهز وندوقه، يعني طعمه مش قوي يعني. توريو بقى، احنا بقى المولتون كيك توريو نشوف. هو بحوالي حاجة و30 جنيه، بس حاجة تحفة يعني، من برا كيك ومن جوا غرقان بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين. هو حلو جدا، شكله رهيب يعني، وحجمه حلو يعني، مش حجمه يعني ممكن الواحدة تكفي 2، تكفي شخصين يعني. هو غرقان بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين، وبنحاول نجيب لكم حاجات اللي انتم بتحبوها، وبنحاول ندوق الحاجة ونقول لكم رأينا فيها. هي تحفة بصراحة وطعمها جميل جدا، طعم قوام بتاعه وصنعة جميلة، و يعني تسلم ايده اللي عملها بصراحة. هي غرقانة شوكولاتة وحجمها كويس يعني، حجمها مش الحجم اللي هو القليل يعني، حجم كبير. بنبدأ بقى نشوف الشوكولاتة طعمها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، رهيب 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 كده. احنا جربنا تيك توك اللي هو الكشري، وجربنا طبعا الكشري يعني مش قد كده يعني، هو يعني مش 100% يعني، نسبة 50% حلو يعني. وجربنا الميلتون كيك.